وكذلك الاجتماعية. دائما نحن الآن في المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنبة. هذه الليلة تم إحياء حفلة فنية بصوت الفنانة الأندلسية منال غربي. إذن مستمعي الكرام سنصل لكم أجواء هذه السهرة مباشرة من المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بمدينة عنبة ضمن فعاليات وفواعل. معنا في هذه السهرة ضمن فعاليات وفواعل الفنان كمال بلاني. صح افطارك يا محسن، صح افطاركم يا مستمعينا الكرام. صافي بليزير كي نشوفوكم ديجا. سهرة تاع رمضان درك رانا تقريبا 13 من عادي وسهرات، والله سهرات عائلية.
رائعة. صباح إن شاء الله يجيونا الناس اللي يسمعوا كذا نغني أنا ويغني مبارك دخلة وسيدي مصطفينا نديروا بروغرام مليح إن شاء الله نمتعوا المسلمين باسكو حنا مخصوصين ديجا في عنابة فيستيفال ديجا راح مع الناس في لي روبورتو تاع الحضرية او موا اون بروفيت دو كيلكو جور هادوما تاع نديروا فيهم شويه فن وشويه السهره هذه اللي راح تكون مع احد الفنانات البارزات في الطابع الاندلسي من الغربي وراح تشارك مع في هذه السهره معنا ممر يعني صديقه وفنانه وراح تغني اليوم انا كنت معها وقت وزيد اصحابي كل يعني الفرقه كنت معاهم في لي ريبيتيسيون في لا بالانس قبيله على ثلاثه بعد كي كملنا قالت لي وانا ما نديروش حاجه مع بعض قلت لها نديرو ومزيان ما عملوش راح نديرو ما تشفاهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني كيف تشوف المالوف يعني المالوف في عنا بين بارابور زمان تبدل ونقص يخرجوا اغاني ما نخافش يصدروا اغاني ولات صعيبه شويه ولات صعيبه شوف بدري كان الواحد يعمل سيدي ويتباع سيدي ويدي حقه الفنان والعازف يدي حقهم دوك سيدي تعمل سيدي سيت من تحت زيت ولا تنادى على اللمبه هذاك لو تامبر هذاك لازم تزيد تشري لو تامبر وهذاك الشغل لازم تنفيستي انت على نفسك هذه هي هذه هي وعلاش صعبت سي بور كون الظاهره في الفنانين دوك اصبحوا يعتمدوا على الوسائط الاجتماعيه يعني يقول لك احنا نروحوا الوسائط الاجتماعيه نهبطها في اليوتيوب نهبطها في الفيسبوك يعني او ما ندير سي في إيه غلطه يعني مليحه لي ريزو سوسيو سي تري بيان دوك ماشي من العالم كامل ماشي باللي ريزو سوسيو اما باش ما تعملش البوم انا واحد من الناس انا عملت لي زالبوم ومازلت نعمل لي زالبوم وكان واحد يقول لك كمال نعمل لي زالبوم ما يمشيوش نخسر ما يمشيوش صح ما يمشيوش اما من بعد تخلص عليهم على لي ريزو سوسيو مع لي ريزو سوسيو ولندا بعد عام كيعديو في لي راديو تعديو في التلفزيون وكذا التم يتولي الفنان يخلص ما يكون عنده لاكارت لندا ويكون عنده الدنيا كامله يكون فارز روحه كيما نقولوا احنا او لازم التوعيات على الفنان او ياسر ما على بالهمش انا اللي يجيني ويسقسيني ولا كذا نوعيهم نقول لهم كيفاش تمشي وكيفاش انا ماني فيها انا عملت لاكارت لندا عملت قاعد نسجل نبعث لندا قاعد يعني ننشط قاعد نسجل قاعد ننشط ولو غنايه نحطها في الغيزو وكذا مع بالي ما كانش سيدي مش كارت فيزيت لا سيدي ولا كارت فيزيت اما لازم تنشط لازم تبقى لازم تنشط لكن كمال في المده الاخيره في السنوات الاخيره ما بقاش مالوف درك ولو دي شونسونات صح هي وضيق شوفها من نفسك انت الاول كي تعود تتفرج في لي ريزو تشوف حاجه طويله ما تكملهاش تشوف حاجه صغيره تتفرجها وكذا اما ما لازم احنا الواجب علينا نحافظوا على التراث تاعنا ونسجلوه ونحطوه عنده ماليه يتفرجوا ما انت قاعد في الدار تشوف هذاك بصح كي وقت تحب تروبوزي ولا حاكم طريق ماذا بيك تحط حاجه وتقصر بها كاين ولا لا كاين بصح كمان دوك المستمع مابقاش عنده اذن سماع غير الشيوخ الكبار يبقوا يسمعوا المالوف دوك المستمع يحب غير اغاني طرطوقات هكذاك وتمتم تاع دومينيت 3 مينيت باش يسمع لك انت وسط المالوف يحب لك لازم توفر له تانا المستمع لازم تعطيه لازم خليه اختياري نمدلو سمع وما يسمعش ما يسمعش وعبالي يسمع احنا عندنا جمهور داير في اللي صال كي نعملوا في اللي صال ونديروا لي كومبلي في اللي صال دونك كان جمهور عندنا جمهور اللي يسمع مش هذه اللي تفشل اما لي شونسونات وي لي شونسونات يشهروا جميع الناس اللي تشهر بابا مثلا عمل جاني مجاني بكري طراف كل واحد وش عمل كل واحد شونسونات قروابي البارح كان في عمري 20 الله يرحمهم وكل لي شونسونات بصح بعد كان الاصيل منه نحافظوا عليه منه الاجيال تتعلم منه تربيه منه توعيه منه هويه جزائريه لازم تكون احنا نسجلوها نروحوا للشق الاجتماعي تاع الفنان كمال احنا درك يعني عندنا فنانين مراد فنانين توفاو كيما يقولوا كان حي مشتق تمره كما تقول عرجون يعني هنا في عندما ما حاولتيش انت راك رئيس جمعيه الفنانين يعني تجمع الفنانين يعني تزوروا ديروا مبادرات لان الفنانين كله قاعدين يعانيوا كان ياسر قاعدين يعانيوا وكان ياسر اللي ما شوف وعلى قلت لك لندا
لوندا هي لاسيورانس تاع الفنان. لوندا مثلا يمرض يروح يعمل اوبيراسيون تاونو يعطيه 12 مليون على الجزء مثلا، الشيء اللي سجله الشيء اللي عقب عليه هادي يخلص عليه يبقاله، حتى كون يموت يبقاله 50 سنه من بعد. فهمتي كيف؟ لوندا لازم يحمي روحه الفنان باللوندا، سي تري امبورطون. بعيد على لوندا كفنانين اللي ما ديروش مبادرات تضامنيه لازم تكون، او شوف ساعات نديرو، يعني ساعات نديرو سهرات كيما نقولوا بيونت بيونت، ما داخلها تروح ديريكت كيما راح، ويعني تكون علنيه قدام الناس قداش كاين طرف في الفلان ولا في التان وكذا، يداوي بهم روحو يهز بهم روحو. نديرو ساعات والله نديرو ساعات سهرات يعني كيما نقولوا لوجه الله هكذا. فوالا نسمت عنا بقى نسمت عنا باي ولات فلامينكو درك. كانت خرجت بستيل ومن بعد بالفلامينكو زاد دارت، لان الفلامينكو رايح جاي ياسر اشبيليا والشرق الجزائري عنابه، تعرف الاندلسيين يسافروا بالقوارب بكري، دونك حطوا في عنابه رحالهم في عنابه. عندنا هذيك الميزه تاع الفلامينكو، نحبوا الفلامينكو احنا وخفيف وكذا، دونك نسمت عنابه في الفلامينكو دارت صدى وراح ندير مع قريب ان شاء الله نديروا لها كليب تاعها في الفلامينكو بعد. نسمعوا نسمت عنابه ثم نعودوا الى كمال بناني. في الخفيف يعني في اللي كما نقولوا في العصري، وسجلت في التقيل، سجلت نوبة المايا كاملة ليالي سرور، سجلت كميسري جحدة وقال والعرب قالوا، سجلت لحسين عندي في الحوزي، عندي في المحجوز، عندي بالزجل كان سجل فيهم، وعندي تانا في التقطقات في سلطانة السلاطين الدنيا غدارة، عندي حوايج، عندي حوايج جدد، وخدمت مع يعني كتبوا لي، كان يكتبوا لي كيما الفنان قيس والناس اللي عايش في فرنسا نوجدوا التحية، والشيخ الخضر كسري ربي يطول في عمره هو اللي كتب لي المدحة على النبي عليه الصلاة والسلام، على الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي كتبها لي لي بارول، هو اللي كتبهم لي. يعني انا نبقى ننشط ان شاء الله ويكون ديما جديد مع الفرقه، الله يبارك لي معايا يعني كل حتى هما بعيط لهم نديروا هاي ريبيتيسيون ما كانش لا دي كل هاي وقتها هما بعد هما نفحين على الخدمه، دونك انا نفح لهم الخدمه هما يعطيني النفحه تاع الخدمه، هذا هو خطاي دي بوك. فوالا نتمنى لك التوفيق كمان. شكرا، بارك الله فيك وبارك الله فيكم وصحه بعد فطوركم، ولا ما تلاقيناش عليكم مبارك. إذن شكرا عليكم مبارك، راح نبقاو مع هذه بعض الاغاني لكمال بناني ثم نواصل الشهر مع التحديات والطوال. كيف جاب البرمي هذا دي؟ كيفاه هذا يعني؟ بلاصه فارغه يسمى ما قدامه حتى واحد، يقدم يبراكي ويدخل في الامان تربح. ملي كنت واقف تما هو رايح جاي رايح وما عادش يجي على البلاصه. تقريبا راح نقول له هود هزها من الورا ودوح سكرها وفضل. حمى وفهد عاد منوك.
الروحيه اللي بنت كيف هذا الفن كيف هذا هو عندي ساعات ملاحه وساعات وقيله ملاحه وقيله هي في الليل ساعات ملاحه تبقى فارغه شويه محلوه مع الغاشي خير من الاخر اي هم يخلقوك نساوين تشوف نساوينا معلمين هجوم درك ساوين هجوم هجوم ارض جو هجوم طول واحد ما يحكم فيها مني رجالات مني والو ترغي عليه وتنحي له الصوارد وتجي خارجه ربي يسهل والله تهنينا من العذاب الولاد كبرت راحة دوكا من تقولين بولادهم عذابة قاسي وش قاسيطة طحان عذاب حدي يشري ودي يجري ودي عذاب مش كنت عامل تعب كبير مش كنت عامل في باباك يديروا فيك ولادك صح صح يقطعوه صح أنا شوية بكري كنا شوية نحكم اسم الولاد ما كانوش عينيهم محلولة كما جيت عدرب تجي تعدرب بكري تديه تشري له وش حاب انت في الأمان يسكت ما يهدرش يعقب بيه عام سباط يعقب بيه عام دركة لا دركة تقول له هذا يقول لك وشية مسخر بيا والله ما لبسته روح اشتح انت يحني فعليه نرمان روح اشتح قلت له وميك في سبط واحد عندي 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 ولادي عندهم ولادهم تعرف شيء من شيطينهم لازم له ثلاثة ولا أربعة سباط محفوظين أنا نزيد نحرشهم تفخر والله نحرشهم نقول له لو مش مليح وراح يكلعب ويشري لك واحد تاع 400 500 وش بيك انت صحيبك يدي في تعزز ملايين وتشري هذا نقول له والله جدي عندك الحق والله ما شريتها يروح لامه ينود لها على سيران نقول له عنده بابك عنده الصور ده يكذب عليكم او عنده لازم تجوز ملايين يجي يقول لي يا بابا وعلى كين قلوا لا تفكر انت وش كنت داير فيها تشفى ولا شفيت كان ارماكس هذاك ولا ما عرفشية ولا ما نسيت حتى اسمه كيان كان ارماكس وكان بشلاغمو كان بشلاغمو يديك 7-800 بكري وقت هذاك 7-800 يقد 4 ملايين تاع درهم أكثر من شهرية كان يسكك لي يسكك ومتابعة دوب يخدموا على حبسين دوك على يخرج في مفاول وعلى يعني قاري ولا هم الرومبون ودار دمك يقفلوا الرومبون يقفل رمبان يأسف لا بوليس تجي هم بوليسية بعدك تلقاهم بوليسية فرزارة بوليسية وش تعس ما عندك ما تعس كيفاه فرودر يقعد يدور 5 سنين ما يصرى الوال واحد ما يحكم يبين هو بوليسي بعد زميل يجيه با يحكم يقول له زميل تفضل هاكي لا معنى شوف واحد راح يقاري وما تخليش ودا يحب يقاري شوف كيفاش قافل الطريق وقاس الاخر يا ربي يا ابو سيدي يا ربي اطلع فوق التروتوار اطلع اطلع راح يقاري فوق التروتوار نورمال وين هي الحكومة وين هي الحكومة مش الطبلة انا ما نحبش العوج يا ولدي هو وسي كنت كونسونطري معاه ما الحاجات تمرض وش بك من يدير لك الاتونسيون طلعوا لك تمرض كونسونطري خاسر في الافاق كي الضغط وش بيه بالبسالة تاعو والله يطلع لك الضغط يبلك يبلك على المورال يبلك على السكر يبلك على الاتونسيون لا شوف تلقاه واحد رايح منه ويخرج لك باه يجي منها لا يخرج لك مني يقفل عليك الطريق عاد ما تعديش في الامان وين
هي السوقان هذا؟ وين هو السوقان؟ شوف ها وريح منها، شوف وين كان. شفتوا وين كان؟ يا جماعه قاعد تصطي وتنقز والله لا عارف لا لوجيك لا حد شيء. ما يسوقوش خلاص، ماهوش قاعد يسوق كونفورم، يحكم من لالين تاعو وسوق قد قد تمشي الطريق تمشي ولا يحسب شويه على فوز كيعود كل واحد ماشي في لالين تاعو قد قد تلقاه رايح كيما في الفروج، تلقاه رايح من يحكم لك لالين الاولى هو يشعل وهو يقفل على الناس الكل يعطي يدور هذاك اللي رايح يدير راح يدور منه كل ما يرد شباله طالع عن بالهم الدنيا خلاص هنا براك معمولة طالع من فاك ما الدنيا يسار غادر يترجع كان والو خالوطة برك هم يحبوا يكريوا ما يعرفوش يسوقوا مش كذا ما يعرفوش يسوقوا ويجينيوا بعضاهم باطل وهي ما هي السوقان كامل سوكلاس ونسوق البرك شوية برك شوية ارتيست فوق السوق البركة وقراها من بعيد قدام ما توصل ليها اقرا ديجا منين راح تعدي كيفاش راح تدير وبلا مش حتى توصل تتحسر تلقى روحك قافلين عليك وتحب تعدي تلقاها مقاري في الله لينا دي انت تقول له راح يدور من لا هو يروح من فوق اه شاف تاك في زدهول كامل تولي تحبس وتسنى فيها حتى يكمل العرق شو تولي يجي من هاو يجي من كاين اللي يروحوا طول وكاين اللي يحبوا يدوروا حتى هم يا بلا ودي تسركل شوية الآن ودي ندور من بعد خلقت أي أنا روح لو من نجمش ندي طنابيل وقت هذا جمش راح تسوق بها بنامي جمش قيل معانا شوية نرفو نولي نسب ونولي يبنك ولا لا هذا ملاحة حتى نمشي وشي ملاحة يا لا نمشي البارحة كان الطاكسي هوت في الفيدرو هوت في الفيدرو وتم من الفيدرو ضربتها حتى الشقي وعملت الرتور خطير والله خطير سريشت على 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 الكور ماشي وحدي تعرف وشي ما عبالي حتى واحد الكيف والله ما عبالي حتى واحد الشقي والله الشقي وجدت الليل كي وصلت وصلت للكور والحور حكم الطاكسي من ثم روح ربي يحفظك ربي يعينك ربي يستر يا ربي صحة سلام سلمك وانت زاد قيمة التسامح أستاذ التسامح هو مبدا من نبيل الإنسان فعاليات وثوار حوارات إلا وحيد الحوارات التي تزكي أدوات ممتازة
ومتابعة مباشرة من العاصمة. I'm not going to
وممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يؤكد حرص رئيس الجمهورية على مواصلة النضال حتى تكون فلسطين عضوا كاملا سيدا للأمم المتحدة. حركة حماس تثني على مواقف الجزائر الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مسبقة قرار دستوري وعامل استقرار قوي. الشروع في جمع زكاة الفطر عبر المساجد بدءا من اليوم، والوزارة الوصية تحدد قيمتها ب 150 دينارا جزائريا. حيث 50,000 طن من المنتجات والمواد الغذائية غير المطابقة عبر ولايات الوطن، وبعماد عمليات رقابية فجائية للمحلات التجارية. مستمعي الكرام، إننا كنتم نتمنى الله وفقكم، وأهلا بكم إلى تفاصيل ثالث المواعيد الحالية
من إذاعة الجزائر من أن دوافع نشاء في العناوين تضم مجلس الأمن الأممي اليوم الاثنين قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، وقد ضعفت الجزائر دورا مؤثرا في اعتماد هذا القرار. وعلى الفور صرح المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أن التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر في شهر فبراير كان ضمن الأمم. عند التصويت على مشروع قرار التي تقدمت به الجزائر في الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكمل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة، ووعدنا بأننا سنعود لنقرأ مجددا أبواب مجلس الأمن. وقد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس برسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر ولم تتخلى عنكم، تشعر بألامكم ولم تتخلى عنكم. إن اعتبار قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق أمان الشعب الفلسطيني، ونتطلع بالتزام المحتل الإسرائيلي بهذه القرار وأن تتوقف وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ومجلس الأمن من واجبه أن يسعى على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار. عمار بن جامع ابتداء من الجزائر وبتعليمات رئيس الجمهورية ستواصل نضالها حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عدلا كاملا سيدا بالأمم المتحدة. أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى في ظل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة. من أخرى حركة حماس أشادت بدور الجزائر وثبات موقفها ودفاعها عن القضية الفلسطينية في حركة حماس الجزائر. نرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف العدوان على شعبه. هذا القرار يمثل ضربة جديدة للاحتلال في المساحة الدولية ويضع الجميع أمام مسؤوليتهم ونجم الاحتلال وإلزام القيام بوقف كامل على شعبنا. وقف سياسة التجويع ما يعني فتح المعابر وبكل مساعدات ومستلزمات إعادة الإعمار فورا إلى قطاع غزة. يجب الاستمرار بمحاصرة الكيان في كل المساحات الدولية وعدم السماح له بمواصلة سياسة الإفلات والإحقاق. نقدر جهود الجزائر في المنتظم الدولي وجميع الدول التي ساندت وتساند شعبنا وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب البلاد الإسلامية. وقد وصلت إلى المساعدات التي أرسلتها الجزائر إلى الأهالي في قطاع غزة الذين يعانون الجوع بسبب الحرب الشرسة والمتوحشة التي يمارسها الكيان الصهيوني على القطاع. وقبل ذلك كان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أنطونيو بلينكين، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في قطاع غزة. إلى موضوع آخر، اعتبر المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي نزل اليوم ضيفا على فروم الأولى، اعتبر أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتقديم الانتخابات الرئاسية شهر سبتمبر هو قرار مهم بالنظر للسياقات الجيوسياسية الدولية. في تاريخ بلادنا مما سبق الى يومنا لما الجزائر في دوله قويه عندها مكانه محترمه ومعتبره وتكون على الاقل حديث، ولما تكون ضعيفه تكون تابعه. فاذا علينا ان نستخلص الدروس من التاريخ لما نكونوا متراصين متعهدين متداعمين مثل وزن وقوه ما تسمح للاخرين التدخل. الحمد لله اليوم الجزائر تضع ابنائها حدودها مؤمنه، ولكن لازم نحس أنفسنا ومجتمعنا. الجزائر عندها مكانة وعندها قوة وعندها تقدير واحترام. من
جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الاستاذ عبد العزيز الزعلاني قرار رئيس الجمهوريه باجراء انتخابات رئاسيه مسبقه بالقرار الذكي والعقلاني وبالعامل الاساس في استقرار البلاد وهو ناتج كما قال عن دراسه بابعاد معينه. الجزائر فكرتها دائما بناء ايجاد حلول للجيران في هنا في الداخل في الخارج، وهناك من يريد دائما البحث عن كيفيه عدم ايجاد هذه الحلول، كيفيه تعطيلها، كيفيه عرقلتها كذا. ولذلك قلت اذا حلقات الوصل بين السيد رئيس الجمهوريه والشعب الجزائري، المجتمع المدني، هذه الهيئات المختلفه اللي ذكرنا، المؤسسات الوطنيه، المؤسسه الدستوريه، وداخل هذه المؤسسات هناك عنصر ديناميكي شديد حركه، والمفروض يكون كذلك وهو الأحزاب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تحديد زكاة الفطر لهذا العام، ودعت في بيان لها بعد استشارة اللجنة الوطنية للفتوى إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام نقدا، والتي قدرت ب 150 دينارا جزائريا وهي متوسط قيمة صاع كيلوغرامين من غالب قوتنا في الجزائر. وكشفت الوزارة أنها كلفت الساده الأئمة بالتعاون مع رجال الزكاة بالمساجد عبر الوطن من أجل الشروع في جمعها بدءا من منتصف شهر رمضان الكريم، على أن توزع على مستحقيها يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك. وعن ذلك الأحداث كبيرة شؤون الزينية والأوقاف لولاية عمادة عبد الرحمن تبدأ عملية جمع زكاة الفطر على مستوى كل مساجد الولاية. هذه الزكاة التي يخرجها رب البيت عن كل من تلزمه نفقتهم في كل مساجد الولاية، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها ابتداء من يوم 28 من شهر رمضان، أين نشرع في توزيع هذه الزكاة على من مستحقيها يومين قبل عيد الفطر. طبعا زكاة الفطر مرتبطة بصيام شهر رمضان، فهي طهرة للصائمين وهي طعمة للمساكين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. زكاة الفطر هي مظهر من مظاهر التضامن. زكاة الفطر تجب على الفقير والغني. حساب زكاة الفطر هو أن يملك الإنسان قوت يوم العيد. إلى النشاط التجاري، حيث كشفت وزارة التجارة وقطع الصادرات اليوم الاثنين عن حجز ما يقرب عن 50,000 طن من المنتجات غير المطابقة خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان، والعملية تمت على إثر تنفيذ أزيد من 65,000 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش عبر ولايات الوطن. وبعمادة تمكنت فرقة الرقابة المشتركة بين مسالك الأمن والتجارة من حجز كميات معتبرة من السلع والمواد الاستهلاكية غير صالحة للاستهلاك خلال عمليات مراقبة فجائية للمحلات التجارية. وعن ذلك يتحدث محافظ الشرطة بأمن ولاية عمادة ياسين تشرف. إطار محاربة الممارسات التجارية غير القانونية، قامت فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضاري التابع بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بولاية عنابة والهيكل البلدي لحفظ الصحة بتاريخ 5/24/2024 خرجات ميدانية وعمليات مراقبة فجائية للمحلات التجارية الدائمة في السوق المركزي للخضر والفواكه. هذه العملية أصدرت عن مراقبة العديد من المحلات التجارية مع تسجيل عدة مخالفات تجارية متعلقة بعدم احترام جميع الإعلام المستهلك من حيث غياب اسم وعنوان المستورد، انعدام شروط النظافه والنظافه الصحيه، عدم احترام جميع الإعلام المستهلك، ومخالفه انعدام شروط الحفظ لمواد استهلاكيه محدده ليتم حفظ هذه الكميات معتبره من المواد الغذائيه او الصالحه للاستهلاك البشري وايجادها بالتنسيق مع المصالح المختصه مع تلك الشركه الاجراءات القانونيه اللازمه لحق المحاربين. تربويا كشف وزير التربية والتنمية عبد الحكيم عن استكمال كافة التحويلات الخاصة بإجراء مبرزا أن كافة مراكز الإجراء في خير جميع صحة تكمل خير دخلت خلنا الخير جميع اهرب اكثر شوي لفهم مش
الرياضة انطلق قبل 12 دقيقة من الآن اللقاء الثاني والأخير من دورة فيفا الدولية بالجزائر والتي تجمع بين منتخبي بوليفيا وأندورا. بالأرض المصرية القدمية والتجربة الحالية قدمية لكل إذاعة الجزائر من قناة. شكرا لكم على كرم المتابعة والاستماع. سهل رمضان وممتعة. رحبا في الأخير إلى أن أذكر بأدرس الرجاء في هذا الموعد الأفضل. مجلس الأمدادي غزة وممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يؤكد حرص رئيس الجمهورية على مواصلة النضال حقيقة أن فلسطين عضوا كاملا سيدا بالأمم المتحدة. حركة حماس تثني على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مسبقة وقرار ذكي وعامل للاستقرار وعامل استقرار الحكم. الشروع في جمع زكاة الفطر عبر المزارع من اليوم والوزارة الروسية تحدد في مرحلة 50,000 من المنتجات والمواد الغذائية غير المطابقة عبر الولايات المتحدة عن عمليات بقدر كلها حاجة يغلف قعدة وقعدة صلاة. هذا كنا قلت عن فرنسا شو تعرف عن لبنانس نفسه عن فرنسا فكرت فيك أنا أحكي لك فلسطين كده البيت شو عن شو عن تعشون دمارس أنا عم قطع حتى بعيد شو دمارس يعني كده كنا بالقياس ما بالقياس ما نحط كده التسامح هو مبدا من مبادئ الدين الاسلامي. فعاليات وفواعل حوارات تشكل ادوات ممتازه لنشر الثقافه وتلعب دورا كبيرا في انتقاء المحتوى الثقافي. طرق الجزائر لان لكل اختلال في الظروف المناخيه هناك ظاهره لتسبق ومتابعه مباشرة من العاصمة وبالضبط من آخر محاضرة في ملعب نيلسون مانديلا. فعاليات وفواعل مع محسن غريبي. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نعود
إلى الساعة الثانية من الحصة الأسبوعية تقنيات وفوائد. الجزء الثاني الساعة سنخصصها للفنان الجزائري في الأندلسي من الغربي، وكذلك ياسين عصر. إذن مستمع الكرام، أبقوا معنا ضمن فعاليات العرب. سعداء على العودة إلى المدينة الجميلة عندنا مدينة التراث في الفنادق. كنا هنا السنة اللي فاتت ضمن مهرجان مدينة عنابة، وهذه السنة عودنا ولينا في سهرة فنية رمضانية في إطار الجولة الفنية اللي راني نقوم بها في شهر رمضان الخالي، واللي فيها 9 حفلات من عنابة إلى تلمسان. Yeah.
Thank you.
يسين عصر من مدينة عنابة، يسين عصر ما خرجت عبر مسجدات سهرة رمضانية فعاليات وفواء. مساء الخير محسن، صحفتكم نقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يتقبل البعض منا صالح الاعمال في هذا الشهر الكريم. واشكرك محسن ديما الذي تحضر وتجي تغطي هذه المناسبات، يعني شكر ليك يعني ان شاء الله لذات عنابة. يسن عاشور رمضان، رمضان يعني كنا كل رمضان الحمد لله العمدان كنا قالوا اسرع رمضان، يعني العباده القضيان ساعات حفلات خيريه كما حتى كما تاع اليوم، نفرحوا الاطفال نفرحوا العائلات والله بدون مقابل، هذه بدون مقابل خاطر على 11 شهر وحنا نشتو يجينا شهر واحد خلي نحسوا فيها روحانيا دينيا وكل شيء تضامنيا وكل شيء هذه ماذا بيا في الشهر هذا نعمل مجهود كبير باش كل الصدقه والاعمال الخيريه. اذا يسن عاشور والسهرات والحفلات الرمضانيه في الليل، ممكن نعرف كل البروجرام تاعك واش كاين؟ والله هذا نحسن كما اخبر به في صحيح النقود، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اكرم عبد واعظم رسول صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم تذهل من هوله العقول وسلم تسليما كثيرا. ايتها المستمعات الفضليات، ايها المستمعون الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما مع تدبر القران في شهر القران. اليوم رانا مع سورة النمل. النمل هذه هي سورة مكية، عدد الآيات 93. أسماء السورة المباركة النمل، وسميت أيضا بسليمان عليه السلام. المناسبة تاع التسمية النمل لذكر هذا المخلوق النمل، وأنه منظم في حياته وعنده تفوق، فكيف بالإنسان وقد أعطي العقل والفهم. لماذا سمي سليمان؟ لأن السورة الكريمة أقصد ذكرى نبي الله سليمان عليه السلام، ما لم يخطه غير هذه السورة. نوافق أول سورة لآخرها. من هذه السورة التي القرآن الكريم؟ قال القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين وأنه سميع الهداية والفلاح. وختمة السورة بالقرآن وأنه سميع
حول الصورة المباركة. انتقلت الحيات المباركة بعد بيان عناصر التفوق الحضاري إلى بيان قدرة الله في الكون وعلاه، وذلك للتذكير بأن الله تعالى هو الذي سبب الأسباب لهذا التفوق، فلا ننشغل بالأسباب عنه سبحانه وتعالى. فكرر: أإله مع الله، لكي لا يجعل العباد لله شركاء في هذا التفوق، فهو منه وحده سبحانه وبإرادته فقط. من الواجبات الشرعية على من ولاها الله ولاية الماء أن يتفقدها وأن يرعاها وأن لا يغفل عنها، الآية 60. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه الإمام البخاري ومسلم. من علم أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية لم يفرح إلا بنعمة الدين، ولا يلتفت إلى نعمة الدنيا. ينبغي للعبد أن يقبل الحق من أي أحد ولو كان مخالفا له في الدين، فإن الله تعالى صدق على قول بلقيس حين كانت كافرة لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال سبحانه: وكذلك يفعلون. إن إذا من الله عليك بنعمة من نعم الدنيا أو الآخرة فادعوا الله بهذا الدعاء المبارك، فيكفيك أن الله ذكره في القرآن مرتين تنويها بفضله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآية 19: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الأحقاف، الآية 15. أصل معكم أيها الأحبة إلى نهاية هذا الدرس. الله يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والثواب، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.